عشان كده دلوقتي احنا معانا كمان على التليفون الخبير الاقتصادي استاذ وليد او دكتور وليد جاب الله. معانا على التليفون الدكتور وليد، صباح الخير يا فندم. اهلا اهلا وسهلا، صباح الخير استاذ محمد، صباح الخير كل الساده المشاهدين. يا اهلا بحضرتك. ما فيش شك انه ملف مهم وغايه في الاهميه، وهو ما يشغل بال المواطن دلوقتي هو الغلاء والتضخم. ايه المطلوب من الحكومه الجديده خلال الفتره القادمه خصوصا في هذا الملف؟ طبعا هو ملف التضخم هو يعتبر الملف الاهم، واعتبره ان المواطن ما يفكرش غير في هذا الملف، لكن اللي باكده ان التضخم عرض وليس مرض. التضخم ده بيتم حله من خلال تبني مجموعه سياسات، سواء سياسات اقتصاديه او اجتماعيه. بنلاقي ان مطلوب من الحكومه الجديده الاهتمام بملف الاصلاحات الهيكليه اللي بتشتغل عليها في كل القطاعات، اداره الدين. لكن اللي انا عايز اكده ان الحكومه الجديده مهم جدا ان هي تبدا حيث انتهت الحكومه الحاليه. الحكومه الحاليه حققت نجاحات ما نقدرش ننكرها في ظروف صعبه جدا. مصر تمتلك استراتيجيه للتنميه ل 2030، استراتيجيه واضحه جدا ومحدده. لدينا ثوابت، لدينا اجراءات في وثيقه سياسات ملكيه الدوله، لدينا مخططات، ولكن المطلوب حاليا هو مزيد من الجوده في اختيار السياسات التطبيقيه، مزيد من الجوده والعمل، ليس فقط على التغيير الحكومي. يعني اتمنى ان يكون هذا التغيير مقدمة لتغيير أكبر في الصف الثاني والصف الثالث في الوزارات، بحيث تكتمل عملية ضخ الدماء الجديدة، ضخ دماء جديدة في العمل الوطني. ده شيء مهم جدا، كل التحية للناس اللي شغالة، وبنتطلع إلى دماء جديدة تعطي طاقة جديدة للعمل الوطني تتناسب مع سرعة الأحداث العالمية وتحقق النتائج المطلوبة. طيب الحوار الوطني كان ليه مخرجات اقتصادية، كيف يمكن للحكومة القادمة البناء على هذه المخرجات؟ هو الحقيقة الحوار الوطني، وتحية لإدارة الحوار الوطني أيضا، لأن هم قدروا يخلقوا انسجام وتناغم ما بين التوصيات. التوصيات لم تخرج متعارضة، وخرجت أيضا في سياق العمل الوطني وفي سياق الاستراتيجية الوطنية. أتصور أن توصيات الحوار الوطني قبل للتنفيذ، لأن لما بنتكلم في الجزء المتعلق في تمكين القطاع الخاص، هذا الأمر متفق عليه شعبيا وسياسيا وتشريعيا. بنيجي بقى في تفاصيل التطبيق، يعني الحكومة مدعوة أن هي تأخذ هذه التوصيات التي خرجت من الحوار الوطني وتدمجها في استراتيجية التنمية المصرية وعمليات الإصلاح الهيكلي، بحيث يكون هناك جودة في التطبيق واختيار الوقت المناسب. لأن احنا تجاوزنا مرحلة الأفكار إلى مرحلة متى يمكن اختيار الفكرة التي سيتم تطبيقها، ومتى سيتم تطبيقها، ومتى يمكن الإسراع في التطبيق أو الإبطاء منه أو التوقف عنه. هذه عملية الإدارة الاقتصادية، ودي طبعا مع دماء جديدة مع طاقة جديدة هيكون لها نتائج جيدة جدا على أرض الواقع بإذن الله إن شاء الله. دكتور وليد، من ضمن أبرز التوجيهات من قبل فخامة الرئيس للحكومة السابقة إن هي تكون موجودة مع الناس، إن هي دايما تتكلم وتشرح للناس لو في تحديات أو في أي إجراءات بتقوم بيها الوزارات المعنية بخصوص أي موضوع. بالنسبة للمجموعة الاقتصادية، إزاي هتقوم بهذا الدور في التواصل المباشر مع الناس، ان هي تكون موجوده على الارض، وزي ما قلنا في بدايه الكلام، لانه الهدف الاساسي او ما يحتاجه المواطن في الوقت الحالي هو خفض الاسعار. هو طبعا يعني دايما لازم الوزير يكون عنده عين في الداخل، عين على الواقع المصري، وعين على الخارج والمعايير الدوليه والمعايير العالميه. من المستحيل ان الوزير نفسه هيقوم بكل ده لوحده، لازم يكون معاه فريق على اعلى مستوى، ناس يكون عندها خبرة في الداخل المصري وخبرة في الخارج. وأتصور يعني أتصور أن الاكتشاف القدرات الكامنة للواقع الاقتصادي والاجتماعي المحلي المصري هو أصبح مهم جدا، لأنه الحل. يعني لما بيكون عندي أزمة في الاقتصاد العالمي وإحنا متابعين الصعوبات والاقتصادات العالمية، يجب أن ننظر للداخل. هناك كنوز يمكن اكتشافها في الداخل، هناك طاقات، هناك مشروعات. اكتشاف الداخل شيء مهم جدا، وده محتاج تطوير واختيار فرق عمل جيدة للوزارات خلال الفترة القادمة. بنشكرك دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي. طبعا ما فيش شك يا بسنت انه من ضمن الحاجات المهمه جدا واللي لازم تشتغل عليها المجموعه الاقتصاديه خلال الفتره القادمه
مسألة خفض الأسعار، ضبط الأسواق، لازم يكون في تكاتف من جميع الوزارات على هذا الأمر، وفي نفس الوقت تحسين البيئة الاستثمارية، تشجيع المستثمرين أكتر. ده الغرض منه، أنه خلق فرص عمل، خلق إنشاء مصانع جديدة، إنشاء مجمعات أو تجمعات استثمارية وعمرانية جديدة، وفي النهاية ده بيعود على الاقتصاد وبيعود على المواطن كمان بشكل مباشر. في الحقيقة تحديات إقليمية وتحديات داخلية بنمر بيها بطبيعة الحال، لكن إحنا شفنا يمكن الحكومة السابقة يمكن الأيام اللي فاتت قدمت استراتيجية لحل الأزمة، ولو كلمنا عن أزمة الكهرباء بالتحديد يمكن دكتور مصطفى مدبولي وضح في خلال الأيام السابقة عن حل هذه الأزمة بشكل يعني بشكل كامل في خلال هذا الشهر الجاري، في نصف هذا الشهر الجاري. فبطبيعة الحال بنتمنى كل التوفيق أكيد للحكومة القادمة.